لا تنتقص من أحد، فإن الناس عند الله بالقلوب لا بالأجساد. قال الله: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى، أنت قيمتك بقلبك لا بجسدك، لا بقوتك، لا بعضلاتك، حتى لا بلسانك ولا بمنطقك، بقلبك. لهذا كلما حرصت على سلامة القلب تجاه المسلمين كلما أنت سلمت في يوم الدين، فكيف لو كان القلب سليما تجاه هؤلاء؟